يتم اليوم وضع حجر اساس نادي نقابه المحامين على مساحه ثلاث ابنه قطع ثلاثه باميز وارقى المناطق بمدينه سوهاج الجديده. حقيقي احنا بنعتز بوجود نقابه المحامين اللي هي تعد من النقابات المهنيه العريقه على مستوى العالم اكمله. نقابه المحامين تعتبر من النقابات المهنيه اللي حقيقي كلنا بنعتز بيها، وجودها معانا هيكون بمثابه ان هي تعمل نادي هنا في المدينه متنفس جديد للمدينه. الهدف منه تنواه في المقام الاول اللي هو هيمد اواصر التجمعات بين اسر المحامين وبعضهم في الفتره القادمه. هنيئا لمدينه سوهاج الجديده بهذا المتنفس الجديد، هنيئا لمحامي مصر المحترمين سيف الحق وميزان العداله بمصر. وفقنا الله واياكم. شكرا.